لمزيد من التفاصيل حول الملف السوري ينضم إلينا من مدينة اسطنبول التركية الكاتب والسياسي السوري صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف تقرأ تصريحات ديمستورا الأخيرة حول أن الأشهر المقبلة مهمة لاستقرار إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية، وما ملامح هذا التغيير الذي يتحدث عنه المبعوث الأممي؟ يعني طبعا يعني يعتبر المبعوث الأممي أن ما تم إنجازه في إدلب ويقصد الاتفاق سوتشي هو من أفضل الإنجازات التي تمت في تاريخ الحوار السياسي حول القضية السورية. هذا ما يعتبره ديمستورا، لأنه في منطقة منزوعة السلاح أيضا جنبت إدلب لمجزرة كان ينفذها الروس والنظام السوري والإيرانيين، ايضا جنبت هذه المجزرة. وان كان نقول نحن كسوريين صحيح انه كان ستقع دماء ايضا في إدلب، الا ان خسائر كبرى ربما ستقع فيها روسيا والنظام السوري، وربما روسيا كانت ستعلق في المستنقع السوري، وهذا ما كانت تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. مع ذلك نعم، نحن مع ديمستورا يبدو ان الافق السياسي أصبح أكثر انفراجا في الشهور القليلة القادمة. موضوع اللجنة الدستورية حتى الآن ما في عليها إجماع من السوريين، أيضا الأداء التفاوض حتى مع النظام السوري ومع الأطراف الدولية السوريون ما في إجماع أيضا على هذه النقطة، لأن السوريين مصرون على مرحلة الحكم الانتقالي لا يكون للأسف أي دور فيها. بالحديث عن هذه النقطة، إلى أي مدى سيكون التواجد التركي في سوريا داعما وضامنا للمعارضة السورية في إدلب؟ لا شك يعني نحن الدولة الصديقة الوحيدة الحقيقية للشعب السوري ولثورته المباركة هي الشقيقة تركيا. أيضا يعني المصالح المشتركة بين الثورة السورية وتركيا من خلال الأمنين المشتركين للثوار وللدولة التركية الشقيقة. من هذا المنطلق نعم استطعنا أن ننسج كثوار علاقة طيبة مع الأشقاء الأتراك، وحدة مصير وحدة حال. لا ننسى 3.5 مليون من أبناء الشعب السوري يعيشون في كنف الحكومة التركية. أيضا المبادرات الإنسانية للجمعيات الخيرية التركية داخل سوريا، اختلاط دماء الشهداء الأتراك مع الشهداء السوريين. سيد كل هذا صالح. يقودنا أننا مرتبطون مع بعضنا البعض بمصير مشترك إن شاء الله. نعم. سيد صالح، كانت أنقرة دعت لتنظيم انتخابات في سوريا، ما شكل هذه الانتخابات؟ ما زالت هذه الأمر في طورها الأولي، لكن اليوم الأجسام الثورية تتوافق وقريبا سترون ملامح هذه التوافقات على الأرض لإنتاج إدارات ربما سياسية للمناطق المحررة الممتدة من ريف حماة إلى إدلب إلى ريف حلب الشمالي. وقريبا إن شاء الله في منبج عندما يتم دحر إرهابيي قسد منها، وإن شاء الله ستكون نموذجا لسوريا القادمة. نعم. هذا ما نطمح إليه كسوريين عبر سلسلة من الحوارات السياسية والتوافقات. نعم. لتخفيف المعاناة عن شعبنا في هذه المنطقة. لو نتحدث عن المعارضة، كيف يمكن لها أن تقتنع بالضامن الروسي في المنطقة العازلة بإدلب بعدما جرى في سيناريوهات مماثلة كالغوطة ودرعا على سبيل المثال، وما هي الشروط التي يمكن أن تقبل بها المعارضة؟ الحقيقة أولا نحن ولو لن نزيد مطولا، نحن نرفض حتى مصطلح المعارضة، لأن نظام الأسد نظام غير شرعي. نحن ثوار في هذه المنطقة، المنطقة هنا تختلف جذريا عن منطقة دوما ومنطقة الحدود الأردنية. هنا ضامن تركي مشترك مع الروس، نحن لا نثق بروسيا ولا نثق بغير روسيا، نثق بأصدقائنا وأشقائنا في تركيا هذه، ونثق بقدرة أيضا ثوارنا على التصدي. عندنا أكثر من 150 ألف مقاتل محترف، سواء القادمين من مناطق الجنوب ومنطقة ريف دمشق وحمص، وبالإضافة لو نبقى إلى في هذه النقطة الموجودين في الشمال وعندهم استعداد للتضحية لأسفهم. نعم.
لو نبقى في نقطة روسيا، يعني الحديث عن الحل السياسي في سوريا، كيف بإمكاننا أن نفهم الموقف الروسي عقب تسليم النظام أنظمة أس 300 من الصواريخ؟ هل موسكو مع التوجه الأمريكي بخروج القوات الإيرانية وإرساء الحل السياسي، أم هي مجرد محاولة لخلط الأوراق والإبقاء على الأسد وإيران في سوريا؟ اليوم يعني أتصور ما وراء الكواليس هناك اتفاق عام ربما غير معلن أو غير موقع أن الأسد لم يعد قادرا ونظامه على خدمة المصالح الدولية في المنطقة، وبالتالي الأسد موجود فقط في هذه المرحلة، ويعتقد معظم السياسيين السوريين والأشقاء أن الأسد راحل ربما في المرحلة الانتقالية وربما قبلها أيضا، لكن هذه الصواريخ موجودة لتعديل ربما آلية الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران لترتيب المصالح لتلك الدول في المنطقة. الكاتب والسياسي السوري صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.